أهلا بكم من جديد. يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددا من القضايا الاقتصادية والإنتاجية خلال اجتماعه بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع للرئيس، والذي يضم في تشكيله 7 أعضاء. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل توفير فرص العمل لتقليل معدلات البطالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة خلال الفترة الحالية، وللتأكيد على زيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات تنموية ومستدامة لكل فئات المجتمع. سلمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المكافأة المالية وقدرها 50,000 جنيه، والتي خصصها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدات الفائزات بلقب الأم المثالية بالمسابقة الرسمية والتي أعدتها الوزارة. وعربت الوزيرة عن خالص تقديرها للأمهات المثاليات ورحلة كفاحهن، وعربت عن شكرها لتقدير السيد الرئيس وتكريمه للأمهات المثاليات. قصة كفاح كانت صعبة أوي، لأن أنا وحاليا لسه ما زلت أنا بلمع أحذية وربيت أولادي من الشغلة ديت. بس بنتي متخرجة من كلية تمريض، وابني في كلية هندسة، وابني في كلية سياحة وفنادق، وابني في كلية سياسة واقتصاد، وابني في أولى ثانوي، وأنا حاليا في سنة تانية كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان الجامعة المفتوحة. كنت بشتغل موظفة في الجمارك، وطبعا والدهم توفى وكان أكبر طفل عندي 6 سنين واثنين رضعة، والحمد لله طبعا ربنا عني. وكنت بشتغل بأقصى جهدي وبذاكر وببذل كل المجهود، والحمد لله ربنا وفقني. قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إن أي دولة ليست في مأمن من ظاهرة الإرهاب والتي تهدد السلم والأمن الدوليين. أضاف محلب على هامش مشاركته في القمة الأفرو أسيوية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أضاف أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تضافر جهود كافة دول العالم، وموضحا أن دحر هذه الظاهرة لن يتم فقط بالمواجهات العسكرية، بل يستلزم ضرورة مواجهة الفكر المتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا عبر خطاب ديني وفكري وثقافي معتدل. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق عدة أيام، وذلك للمشاركة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي والذي سيعقد في مطلع الأسبوع المقبل بنيويورك. من المقرر أن يلتقي شكري بنظيره الأمريكي، كما سيبحث خلال الاجتماع موقف مصر من قضية الأسلحة النووية. وسيعرض شكري أيضا ترشح مصر لمقعد عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للعامين 2016 و2017. استشهد العقيد وائل عاطف عبد المجيد طاحون الضابط بقطاع مصلحة الأمن العام والمجند إبراهيم محمد المنشاوي إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة بخارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه السيارة التي كانوا يستقلنها بمنطقة عين شمس بالقاهرة. هذا وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في تعقب وضبط الجناة. استشهد الرائد محمد خالد عبد اللطيف السحيلي رئيس مباحث قسم ثالث العريش صباح اليوم متأثرا بإصابته على خلفية الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قسم ثالث العريش. وفي سيناء أصيب جندي في انفجار عبوة ناسفة قرب ميدان السنبلة برفح، حيث أفاد مراسل النهار اليوم نقلا عن مصادر أمنية بأن المجند أصيب بجروح بيده وتم نقله لمستشفى العريش العسكري للعلاج. استعدت ساحة مسجد الدوحة بالطريق الدائري بالإسماعيلية لاستقبال المعزيم في الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. ونتحول مشاهدينا الكرام في هذه النشرة إلى الخبر الأخير فيها، وهو عن أحوال الطقس، حيث يسود اليوم طقس الربيع اللطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار وبارد في الليل، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. Thank you.
وختاما هذه التذكرة بأبرز العناوين. قادة الجيوش العربية يلتقون في القاهرة، والهدف قوات عربية موحدة. اليمن من عاصفة الحزم إلى إعادة الأمل، الأزمة في طريق جديد تماما. في القمة الأفرو آسيوية محلب يحذر لا دولة في مأمن من الإرهاب. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.annahallive.net. كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.